جميله ان هو عنبر منوره الدنيا ومجهود المهرجان باين عليك. اه والله انا جاي هنام في المهرجان. عايز اقول لك لا بصراحه مش انا لوحدي، مجلس النقابه كله كان واقف على رجله، الزملاء كلهم هيتعبوا جدا، والدكتور اشرف زكي طبعا اولنا، وكل شويه الوقت خلاص بيعد يلا كله لازم يخلص، عارف كلنا يعني بيدينا مهام وبيكربجنا، عارف زي كده الكرباج، فكلنا كنا واقفين بنعمل كده يعني. الحمد لله ان وصل في الاخر المهرجان بالصوره المشرفه الحلوه دي، وبشكر بي او دي طبعا على المجهود الكبير اللي هم عاملينه معانا يعني. تخيل ان الشكل يبقى بالابهار والقوه دي، انا عارفه ان هيتعمل كده، واثقه ان هيتعمل كده. احنا بنحب مصر وشركه بي او دي شركه محترمه، واحنا عارفين احنا بنتكلم مع مين ومين معانا بيعمل، متحده مجهود من حاجه جهات كلها عندها مسؤوليه، وعارفين ان مصر لازم تقدم لها حاجه كويسه. يعني قول لي طيب الجوائز بقى شايفاها ازاي؟ ماليش دعوه، تسريبات حصل ولا لا؟ خالص خالص، على فكره لو في تسريبات تبقى غلط، مفيش حد يعرف. النجم عادل امام شائعات كتيره قوي عنه مؤخرا وحاجات اذت بيته نفسه، فتقولي داي الفل الراجل وكويس وجميل، وبس يبعدوا عنه بالاشاعات، وهو يعني راجل جميل قوي وتاريخه عظيم، واتفرجوا على افلامه انبسطوا منها، بلاش نقعد بقى نتكلم كلام ملوش لازمه يعني. تواصلي معاه ومع البيت عنده؟ بقى لي فتره ما تواصلتش عشان المهرجان طبعا. المهرجان بيصحلنا صراحه، ما بتواصلش مع اي حد طبعا. معلش عايز اخد رايك انت طبعا، بما انك في النقابه وفي حمله كده ضد محمد رمضان انه هيعمل حفله في اسكندريه، والجمهور رافضه وتشويه ضده، وفرق في كلام انا بشوف كده يتقال، اروح الاقي ناس مليانه في الجمهور وقاعدين مبسوطين جدا، وعدد فوق توقع اي حد. فبص انا كلام كتير ده انا ما بحبوش يعني، انا احب انا كلمني على فني لما انا اعمل شغل. على فكره محمد رمضان عمل مسلسل رائع السنه اللي فاتت، مسلسل كان حلو جدا ومعانيه حلوه وحاجته حلوه، خلاص الراجل بيعمل شغل حلو، خلاص بقى يعني بطل بقى نقول كلام ملوش لازمه. بتهربي من رامز جلال ازاي؟ لا الحمد لله، ورامز ما بيجيش ناحيتي، ما فكروش ما تفكروش، انا ماليش في المقالب دي، ما انا عايز افكر. لا والنبي ما بستحملهاش اصلا. لما بتشوفي زمايلك في المواقف دي بتعملي؟ بزعل عليهم والله، بتضايق جدا. تمام. يعني انا حته المقالب انا ماليش فيها وما بحبهاش بصراحه. تمام. اكتر حد صعب عليكي مين؟ صعب عليا ولا كلهم بيصعبوا عليا؟ كلهم بيصعبوا عليا، بالذات لما يكون حد كبير شويه. طب لو انت هتعملي مقلب في رامز بقى يكون ايه؟ هو ده يتعمل فيه مقالب؟ انا عارف، ده انا فاكره له زمان ايام ما كنا بنصور زمان خالص قبل ما يبقى بيعمل اي حاجه مقالب ولا حاجه، حط لي صاروخ تحت الكرسي وانا بصور، قلت له والله العظيم ما انا مصوره، وانا بتخض، انا بتخض يعني، فرقع الصاروخ وانا قاعده تحت الكرسي بصور، طبعا جريت على الاوضه وقلت له والله ما انا مصور، زرجنت جامد قوي عشان اتخضيت بجد. فقلت له كل بقى ما اخش روشني بقى، ابص تحت الكراسي اشوف في حاجه ولا عمل لي هسس لغايه ما قلت له يا استاذ مش عارف اركز والله العظيم، مش عارف اركز لو في صاروخ تحت الحاجه. فوعدني المخرج ان مفيش حاجه من دي هتحصل، مثلي ولا خلاص كان هزاره كده وخلاص يعني. عندك ايه جديد بقى الفتره اللي جايه؟ في مسلسل دلوقتي بيتعرض على دي ام سي، اعمل ايه، بتاع استاذ خالد الصاوي طبعا، شغل جامد قوي يعني. وفي مسلسل داخلان ان شاء الله اسمه عوده البارون مع استاذ حسين فهمي. حسين فهمي بقى ومهرجان القاهره كمان، ده حد برنس بقى ده برنس طبعا. هو عايز حاجه على مستوى لائق بمصر، ودي حاجه حلوه. شكرا جدا، شرفتينا. شكرا مرسي.